هكذا تتواصل انطلاقات أشواط مساء صباح هذا اليوم في هذا الانطلاق وهذه الأثار والحماس القوي. نذكر بانطلاقة المساء لحقائق أصحاب السمو الشيوخ في الساعة الثانية من بعد ظهر هذا اليوم. ينطلق مشاهدين العزاء شوط الختام في صباح هذا اليوم. ميدان دستور حمل لنا الأثار، حمل التوقيتات، حمل الحقائق الجميلة في صباح هذا اليوم في هذا الانطلاق وهذا التحدي الجميل. انطلق الشوط العشرين الذي يندفع كذلك حامل الابكار الحقائق وداعا يا الموسم إلى الختاميات يا أهالي الحقائق إلى الختاميات في هذا الموسم وهذا الانطلاق. مشاهدينا متابعينا الكرام في صباح هذا اليوم انطلق في هذه اللحظات نعود وننطلق مع المركز الأول، نندفع مع المقدمة، تسيطر على مقدمة الشوط عيده اللي تقود المشاركات، عيده اللي تتصدر المجموعة، وحميد بن سالم بالقوبع المنصوري يتصدر مساري هذا الشوط. تليها في المركز الثاني نجود تاتي في المركز الثاني، محمد بن أحمد بالعكوي السلمي ياتي في المركز الثاني. أما المركز الثالث تتقدم فيه العنود سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي في هذا الانطلاق على المركز الثالث. أما المركز الرابع اليمامة مكتوم بن زايد أبو حميد المزروعي يتقدم في المركز الرابع. المركز الخامس وصلت في هذه اللحظات وتقدمت غدير خليفة بن بطي بن محمد الغفلي، يقدم غدير وغادير اللي تنطلق. بينما المركز السادس، سادس المراكز تواجدت فيه جبارة لسالم بن عبد الله بالمتفيق الاكتبي على المركز السادس. المركز السابع شوف الدخول في هذه اللحظات مارب اللي تتقدم، محمد بالزفنة بالويهي العفاري. المركز السابع وصلت في هذه اللحظة العنود مبارك بن أحمد بن مطر خيالي. والمركز التاسع، تاسع المراكز هذه الحمد بن عبد الله المسند. بينما المركز العاشر في هذه اللحظات وصلت الجزيرة لسالم بن مبخوت بن عفيش المنهالي. هذه العشرة المراكز الأولى المتقدمة في شوط الختام، في شوط الوداع، في شوط ستل الستار على هذا الموسم، حتى الختاميات في هذا الصباح. عودي إلى المركز الأول، عودي إلى الانطلاق مشاهدينا الأعزاء، مسيطرة على مقدمة الشوط بتختم أشواطنا. يا سلام نجود محمد بن أحمد بالعكوي السلمي تتصدر المجموعة وتنفرد بالمركز الأول. المركز الثاني غدير في المركز الثاني، خليفة بن بطي بن محمد الغفلي. المركز الثالث وصلت الجزيرة لسالم بن مبخوت المنهالي على المركز الثالث. المركز الرابع قدوم على المركز الرابع ووصلت وتحركت هنا مارب لمحمد بالزفنة بالويهي العفاري على المركز الرابع. والخامس مع المسند اللي هي قماشه لحمد بن عبد الله بن أحمد المسند. يا سلام عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى شوط الختام، عودة إلى شوط الختام. روح يا بالعكوي روح. نجود محمد بن أحمد بالعكوي السلمي يتقدم المشاركين، ينطلق يختم أشواطنا حتى هذه اللحظات بجدارة بأداء جميل. وهذه نجود محمد بن أحمد بالعكوي السلمي تتقدم المشاركات وتندفع تقرب من الفوز والناموس الغفلي في المركز الثاني. ولكن خلاص انطلقت بالمركز الأول. تهانينا وناموس لمحمد بن أحمد بن عكوي العامري المركز الثاني. وصلت فيه اللي هي غدير الخليفة بن بطي بن محمد الغفلي في المركز الثاني. والمركز الثالث الجزيرة لسالم بن مبخوت المنهالي. والمركز الرابع وصلت قماشة لحمد بن عبد الله بن أحمد المسند. والخامسة
اللي هي 16 نعم هذه ما ربل محمد بزفنا بالويهي العفاري. هكذا كان هذا الشوط وثارته بنعود إلى التوقيت الزمني إلى شوط الختام مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا الانطلاق. هذه نجود اللي حققت هذا الفوز. نجود قدمت توقيت زمني 4 دقائق و27 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا لمالك نجود وسلاماتنا لأهالي الهيار محمد بن أحمد بالعكوي السلمي على هذا الفوز على هذا الناموس المستحق. بينما وصلت في المركز الثاني غدير في المركز الثاني لخليفة بن بطي بن محمد الغفلي حققت توقيت زمني مقدار 4 دقائق 27 ثانية و8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز. بينما المركز الثالث من وصلت فيه اللي هي الجزيرة لسالم بن مبخوت المنهالي الذي انطلقت ب4 دقائق و28 ثانية في المركز الثالث وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الأخوة الفائزين بالمراكز الأولى في أشواط صباح هذا اليوم. انتهت الأشواط ولكن ما انتهى الملخص الأشواط مع زميلي حمد بضبيب. إذن مشاهدينا الكرام شكرا للزملاء هنا في عربة النقل حيث تمت انطلاقة ونهاية أشواط هذا الصباح والتي تنافس بينها المتنافسون من الأخوة الملاك والمضمرون حيث كانت 8 أشواط خاصة منها